حبيبي يلا بشرفك يلا يا حياتي خلص يلا. ما بعرف ما رح يمشي الحال ماني بالجو ما عم بقدر فوت بالجو ماني مرتاحة حبيبي معلش ما هذا شيء طبيعي لأنه نحن بعدنا عرسين طازة شيء طبيعي يعني تحس هيك لا حياتي بعتقد هيك الأوضة هيك معت مضايقة ضايقت لي نفسيتي طب قومي ننقل على الصالون إيه يلا قوم قوم بربك ما بقى فيي يا الله والله ما بعرف شو بني ماني بالجو مش هيدا هو الجو اللي بقدر ارتاح فيه يا حبيبي ما قلت لك انه نحن عرسان جداد وهذا شيء طبيعي بشرفي يا عمي ما خص جداد ولعتي ماني مرتاحه بالجو زعجني ماني مرتاحه خلني قصدره بالسياره طب يلا قومي قومي يلا 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 خي شو هالشعور الحلو حبيبي انا كثير انبسطت كثير ما معقول شو هالشعور بس قولي لي كيف اجتك فكرة السيارة عن جد؟ عادي حبيبي ما أنا أصلاً من أولتي ما تعودت عليها غير بالسيارة نعم